حبيبي امين، غادي نطلب منك حاجه، احكي لي قصه شابه صرات لك في السوق ضحك بزاف. وانا نحكي لك، كي كان عندي 6 سنين شيباني تاعي حل حانوت، اما راه والله لك كل يوم كنت ناخذ له 30000 بلاكس، والله ما كان يفيق لي. شنو هو سما انت اللي كنت حاج لي الكبيه وانت الحلوف صابو هذيك في الصور؟ يا انا ترد لي درامي الله يسهل. شنو امين جيب لك با، انا راني في الفقر. حليت الحانوت 5 سنين كل يوم كنت تدي لي 30، والعام فيه 365 يوم، اما ال 30 تضربها في 365 تضربها في 5 سنين تعطيك 54 مليون و750 عقها ولا شاور. لماذا نحن هنا؟ سؤال صعب سؤال صعب سؤال